عليكم، كديرين مع الصحة هاني الناشطين؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وتكونوا ان شاء الله فرحانين نلقاكم هذا الفيديو. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا، نهار جديد وفيديو جديد معاكم. فيديو نهار اليوم البنات كله حداقة ونشاط. ان شاء الله ندوز معكم هذا النهار البنات. المهم هذا الفيديو راه ديال نهار اليوم البنات. اليوم جاية عندي الوالدة، اليوم الخميس، مع جايه الوالده في الكار البنات، واليوم ما توصل، ومهم غتوصل مع هذيك الوحده ونص ان شاء الله غتوصل للدار. وهنايا البنات راني نات وجمعت الدار وعجنت ودست هنايا، عندي شي دجاج جابوا لي راجلي ودست كنغسلو ان شاء الله. ماشي هو اللي غندير الغدا اليوم، ولكن ان شاء الله غنشارك معكم اشنو غندير الغدا. قلت اول حاجه ندوز نحيد عليا غير نحيد عليا الدجاج، المهم نرقدو في الملحه، المهم نوريكم طريقتي كيفاش كندير ليه ان شاء الله. وعاد غندوز نشارك معكم البنات غداء اللي رائع غديوة زوينه للميمه، وحتى با اليوم جاي مع الميمه. ما عرفتش علاش، المهم عزيز عليا با، ولكن الام ما عرفتش علاش البنات، حيت الام كتحتي معاها كتقولي ليها كلشي اللي ضارك، اللي با ما كنزعمش عليه بزاف، هادشي اللي كان اخواتي، ولكن راه بحال الاب بحال الام، ولكن الام زايد شويه امي ثم امي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنايا، دس كنغسل في الدجاج وغندير ليه الملحه، وكنغسلو بالملحه وسكنجبير، هانتوما الملحه وسكنجبير، كندخل ليه مزيان الملحه وسكنجبير وكنخليه واحد المده، المهم تقريبا شي ساعه كنخليه مرقد في هاد الملحه، وعاده كنعاود نشلو، عاده كنحطو يتسكر، عاده كنديرو في البلاستيك ندخلو للكونجيلاتور. هادشي اللي كاين اخواتي. صافي البنات هانتوما، صافي غنخلي اول حاجه دس كنحيد العجينه كيف كتشوفوا هنا، عجنه جوج، المهم دايره جوج عجينات هنايا على حساب هادي بالملح البنات، وهادي ناقصه في غير شويه على حساب امي ما عندها طونسيون، ما كان ندير لها نقص ليها بلا ملح حيت ناقصه من الملح بزاف، كاع بعض المرات كتاكل لا درت الملح لا درت المرقه عاديه خاصها الخبز مسوس، هنا درت غير شويه بحال مسوس، ما يقول ما بحال ما فيه والو ديال الملحه. صافي غنقص لها جوج خبيزات هنايا، غنطبعهم هكذا البنات باش من باش من نغلطش بعض المرات، كيدخل عليك راسك وتغلطي. نكمشهم من هنايا هكا باش نعقل عليهم. صافي دابا حيت عليا البنات العجينه، غندوز دابا نرد الغدا وهانتوما معايا. صافي هنا البنات درت الحيمات، جبتهم المهم جبتهم من الكونجيلاتور غسلتهم، غندوز دابا ان شاء الله نردهم. المهم هنا البنات اش غندير، غندير بالبرقوق البنات، وغندير حتى شويه البصله وشويه الزبيب. صافي هنايا غندير ملعقه ديال الابزار، نصف ملعقه ديال سكينجبير، نصف يلا استحلي بيه كمان بشويه تحميره، نصف ملعقه ديال الخرقوم عرق، وغندير البنات شويه الكوزه مطحونه، غندير واحد كنوره، واخا كنوره ماشي صحي بزاف البنات كي زهره ما تستعمليش هاد نور، من هنايا الكنوره ديال البقري، وغندير البنات واحد جوج عواد ديال القرفه، وغندير قليل من الملح قليل على حساب الكنوره مالحه، هنا غنضيف شويه الزيت شويه الملون حسب اللون، وصافي ما كنستعملوش بزاف البنات بحكم انا كان جاي عندي شي واحد وباش تبان المريقه زوينه، وصافي على حسب اللون. صافي غنخليه يرتاح
الحيمات على حساب البنات اللحم ما كيبغيش يطيبو صافي وتطفي عليه خاصو غير طفي عليه يتحب سينو كيعود البنات قاصح وما كيجيش زوين. المهم انايا غنخليه هنا مرقد حتى يقرب الوقت باش يجي مع الوقت قد قد. الربيع غندير الربيطه حتى نبغي نسد عليه هذا غندير الربيطه ديال الربيع هادشي لي خصنا هاد الحيمات راه طويل بسرعه يطيبو ما ياخذوش وقت كثير. هاكا نتوما ندير شويه الثومه شاكي معنا على حساب الزيتون بغيت هذا نقدمو كمقبلات البنات. هنا البنات عندي نوريكم شنو درت فيه. عندي هنايا الزيتون اللي شديتو حيت ليه العظم ودرت ليها البنات الزعتر درت ليه هنايا الربيع هذاك اليابس وعندي هنايا الحبق يابس وعندي هنايا اليازير كيف ما كتشوفوا ورقات ديال اليازير عندي الكمون عندي شويه البزار صافي وغنضيف عليه شويه زيت الزيتون هذا بالاعشاب الملح ما نضيفش عليه حيت انا البنات دايره فيه الملح غندوزو لهذا البنات كندير فيه الحرور ملعقة حرور وغنضيف فيه نصف ملعقة ديال ثومة مطحونة وغنضيف ليه الربيع يابس أو الربيع البنات مقطع صافي وغنضيف عليه زيت زيتون وغنضيف عليه شوية تحميرة ان شاء الله سنحط لكم شي فيديو ونوريكم البنات تتبيلة الزيتون على شحال من طريقة ان شاء الله. المهم انا شاركت معكم غير هادشي اللي غندير دابا صافي هو كل ما بقى البنات كل ما رقدتيه قبل كيشرب الزيت وشرب العطرية وداك الشيء كيجي زوين صافي كندوما الزيتون اللي غنقدم كمقبلة. وهنا البنات درت الزيتو داك خيزو درت كنسلقو باغا ندير عصير ديال خيزو البنان وليمون. وهنايا البنات درت سلقت الروز كيف ما كتشوفو انا درتو هنايا خليتو تسكر مزيان وعاد درتو درت عليه المايس درت عليه هنايا طول درت عليه الزيتون وغندير عليه شويه الربيع يابس صافي الزيتون وشوية البزار صافي هي شلايدة الروز وجدات عندي صافي. والخبيزة البنات هو كيف ما كتشوفوا هو وجد عندي خبيزة ديال الوالدة اللي طبعت من هنايا هما كيبقاو معلمين واخا ماما صافي. وها الخبيز هذا اللي بالملح صافي هادشي اللي كان باقي سخون البنات هادشي اللي كاين اخواتي وهانتوما معايا صافي هنا البنات صوت العصير خليه هنا البنات كيف ما كتشوفوا هانتوما الحيمات راه متقلاويه مزيان 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 غنضيف عليهم هذا المقيطه ديال الربيع وغنزيد عليهم المقيطه ديال الماء غير شي كويس ديال الماء صافي وغنسد عليه يطيب على المهل غنجيب نغسل الماء نحيدو مع عينيا حتى عندي كراكر ثم صافي. والبرقوق البرقوق حنا درتو البنات كيطيب كيف ما كتشوفوا
كنوجد كيف ما كتشوفوا الشليده ديال الروب. الوالده تعدم شي شويه فكار زينه بنتي. البنات درت شويه شليده غير عشوائيه، درت الخيار والخس ومطيشه. سرعه المهمه، سرعه المهمه، سرعه المهمه. ثم كيف ما كتشوف هي المريقه. الناس كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديال الغداء. هانتوما هذه المريقه ديال اللحم والبصله والزبيب والبرقوق. زينتو البنات باللوز، اللوز بيتيتيني مقطع رقيق مهرمش يعني. صافي البنات، وشليده ديال الروز، شليده عاديه، العصير اللي شاركت معكم ديال المهم حيزو البنان والليمون والزيتون هو اللي شاركت معكم. صافي وهاد البقوله كنت شاركتها معكم البارح في الفيديو ديال البارح. صافي وكانت هذه هي الطبيله البنات ديال الغداء، خبيز الديسير وهادشي اللي كاين اخواتي. صافي البنات غنسد معكم الفيديو هنايا، كنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. وقبل ليكم ما تنساوش دعموني البنات باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتعطيني طاقه ايجابيه. السلام عليكم.